اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه عايز اتكلم مع حضراتكم عن مباراه المريخ يوم السبت القادم. مباراه هامه جدا. احنا النهارده عارفين زي ما حضراتكم عارفين اخر يوم لينا، فمش هنطلع غير يوم الاحد ان شاء الله ما بعد مباراه الاهلي والمريخ. ان شاء الله تكون هذه المباراه الانطلاقه الحقيقيه في دوري الابطال، على الرغم برضو انا اسف ان انا بقول هذا الكلام وبكرره، ان مباراه النادي الاهلي ضد فريق صن داونز لم تكن سيئه، كان هناك سوء توفيق غير طبيعي، لكن فقدنا 3 نقاط، خدنا نقطة من الهلال السوداني، عندنا إن شاء الله مباراة ب3 نقاط. سواء هتلعبها في مصر، سواء هتلعبها في المريخ، سواء هتلعبها في السودان، ما عندناش أي مشكلة. النادي الأهلي بينظر لهذه المباراة إن هو كيف يفوز، لازم يفرح جمهوره في هذه المباراة. امبارح موسيماني قال إحنا طريقة اعتذارنا لجمهور النادي الأهلي كانت من خلال مباراة فاركو امبارح. لا، انا بقول ان ده نص اعتذار فقط، النص الثاني ان شاء الله ان شاء الله في الـ3 مباريات الافريقيه القادمه، لانها مباريات مهمه جدا جدا جدا، وهي ان شاء الله اللي هتصعد بالنادي الاهلي لدور الـ8 او لدور الـ16، وبعد كده نبتدي بقى نتكلم في اللي هيحصل بعد كده.